اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لكل اولادنا واطفالنا اللي في الامتحانات واللي بيذاكروا واللي محتاجين مجهود كويس. النهارده مع بعض بنشتري الناجتس من اي سوبر ماركت او المحلات اللي بتبيع الحاجات الجاهزه. بنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه زي الناجتس اللي تشيكن مثلا بتتعمل ازاي، لها تفاصيلها بسيطه وسهله ومكوناتها في متناول الجميع. اذا كان توست مع صدور فراخ هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونتلاشى المشاكل اللي ممكن تواجهنا، زي ما يكون فيها ميه مش مستويه من جوه، فيها دم، الحاجات اللي ممكن ولادنا ما يرضوش ياكلوها من الطريقه ديت. احنا هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا الافوكادو النهارده اكله الرياضيين، ممكن يكون سعره غالي شويه، خلونا نعمله النهارده بطريقه مصريه. هو طبعا من المقبلات الاساسيه في المطبخ المكسيكي. هنعمله ازاي؟ مع بصل مع خبز التورتيلا كده المقرمش، لطيف وجميل ويعتبر طبق مقبلات اساسي. التوميه فيها اقاويل كتيره، بتتعمل بالثوم والمايونيز ولا بتتعمل بالنشا؟ النهارده هنحسم القول فيها ونعملها بطريقه سهله وبسيطه هتعجب حضراتكم. معانا ساعه من الوقت ان شاء الله هنعمل كمان البوريك بالجبنه مع حبه البركه بطريقه سهله وبسيطه، وازاي نعمل عجينه البوريك جوه البيت ونحشيه جبنه موزاريلا، نحشيه جبنه قريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من التلفزيون المصري. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وبالتاكيد الحلقه النهارده عشان ولادنا اللي بيذاكروا واللي بيمتحنوا، نتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل اكلات بسيطه وسهله، واعتقد ان هي مش تكلفتها عاليه، ولكن اللي يهمني في الموضوع ان احنا بنشتري حاجات جاهزه من بعض السوبر ماركت مستويه نص سوى، نجي على البيت نعملها، بيحصل فيها بعض المشاكل. المشاكل بتيجي منين؟ مش سوء تصنيع ولا حاجه، اللي ممكن الحفظ في الثلاجه مش كويس، الثلاجه فكت ورجعت اتجمدت تاني. فخلونا نتلاشى الموضوع ده ونعمل الحاجه دي في البيت ونضمن السلامه. ايه رايكم؟ تعالوا مع بعض نعمل الناجتس النهارده بطريقه سهله وبسيطه، واعتقد الناجتس دي الاطفال بيحبوها، اللي هي التشيكن ناجتس، فراخ كده مقرمشه صغيره، مثلثات مربعات، بتلاقوها شكل نجمه. الحاجات ديت والتفاصيل ديت هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا صدور فراخ، حلو قوي دي، لازم تتعمل بصدور فراخ، او تجيبي فرخه سليمه وتخليها، فخليكي من العذاب ده وتجيبي صدور فراخ. معانا توم، معانا بصل بودر وتوم بودر، وكمان الفليفر اللطيف الحلو، شويه زعتر شويه روزماري وفصين من التوم، كل ده يتفرم في قلب بعضه. الماده المتماسكه هنا هيكون معانا طبعا شرايح من التوست. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، ودي قدره طبعا ده موجود معانا اللي احنا هنغلفها بيه وتتقدم معاها بشكل لطيف. تعالوا ناخد صدور الفراخ مع بعض، هنخليها كده الاول عشان بس انا عايز اعمل حاجه، يعني تقريبا دولت كده يكفوا الكميه اللي انا عايز اعملها. حلو قوي، ونشيل دي من هنا ونوسع لنفسنا شويه. اللهم صل على النبي. وناخد شرايح التوست دي كده، نشيل الاطراف بتاعتها. حلو، لازم نعملها بتكنيك عالي عشان نضمن ان الفراخ مستويه من جوه وما فيهاش ميه ولا فيها دم. هناخد الشرايح دي كده، بنشيل الاطراف وهنفرمها مع الفراخ مع التوم مع بصلايه كده، وندي الفليفر اللي احنا حابينه. يعني انت بقى بتحب الفلفل الاسود، ولادك بيحبوا السبايسي، ممكن تخليها سبايسي شويه، مفيش اي مشكله. حلو الكلام. ادي التوست ده كده، هنقطعه بالشكل ده كده زي ما هو، وعندنا الكبه بتاعتنا لطيفه وزي الفل. هنحط التوست هنا وناخد صدور الفراخ دي تتقطع كده، كل ما تقطعها صغيره كل ما هي تتفرم معاك بسرعه، والسكينه بتاعت الخلاط كمان ما تبص معاك بسرعه. خلي بالك تكون فيها عض ميه هنا ولا كده، ساعات ممكن صدر الفرخه ده بيبقى فيه عض يبوظ لك الايه الخلاط. حلو، ناخد كمان صدر بالشكل ده كده. حد بيقول لي تتعمل باي الوراق مثلا، عندك الوراق بتاعه الفراخ او الدبابيس؟ لا، هي تفضل عملها بصدور الفراخ افضل حاجه بالشكل ده كده. طبعا انا بقطعها صغير عشان ما تاخدش وقت كبير في الفرم وصوت الخلاط. هننزل بدول كده، اللهم صل على النبي. عندنا بقى ايه يا عم الشيف؟ شويه
توم باودر كده وبصل باودر. وايه المشكلة لما نحط فص توم طازة؟ بيدي طاقة. أسئلة بتتسأل دلوقتي من الكنترول، ينفع نحط بدل التوست بقسماط مطحون؟ لا ما ينفعش طبعا، بقسماط المطحون هيكتمها. عصرة ليمون زي الفل، معانا من النشا معلقة صغيرة كده عشان تبقى كريسبي، تغليفة حلوة. حلو قوي. كل دي دلوقتي جوه الايه الموضوع. معانا ورقتين ريحان. شوفي بقى هنا الاضافات بقى، ممكن اللي بتشتريها من السوبر ماركت او من المحلات بتاعه الاكل ديت ما بيكونش فيها الفليفر ده. ورقتين ريحان حلوين كده بيدوا طعم وفليفر حلو قوي، خلي بالك. اهو نظبط الملح بتاعنا والبهارات، كل ده في قلب الكبه. حلو، ولادك بيحبوها سبايسي ممكن تساليهم. هنحط شويه بابريكا كده، شويه زعتر حلوين. دي طريقتي، واللي عملها ما وقفهاش، مش لازم نعملها بنفس الطعم اللي بنشتريها، انت ابدعي فيها وفكري فيها انك تطوري فيها، وده مطلوب منك يعني. شويه الملح التمام والفلفل الاسود، كل ده في قلب الايه الخلطه. كل دول يا عم الشيف هينضربوا في الخلاط دلوقتي. اوعى تحطي ماده دهنيه خالص، الماده الدهنيه ملهاش مكان هنا خالص بينا. كل دول يتفرموا كده. اول حطيتي تاني معلش عشان الساده المشاهدين دلوقتي اللي عايزه تعملها لولادها النهارده في عجاله كده. التوست شلنا الاطراف بتاعته وحطيناها وقطعناها هنا، صدور الفراخ قطعناها، توم طازه، بصل باودر وتوم باودر حطيناه، اللي هو مش موجود يبقى احسن مفيش مشكله، بس هي علشان ايه بتدي طعم كده مميز زي بتاعت بره، عشان بس تبقى احنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. معلقتين نشا، ورقتين ريحان اخضر فريش زي الفل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا مع شويه زعتر. خلونا عشان ما نزعجش الساده المشاهدين بصوت الكبه، هنضربها في الفاصل بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين ايه خط السير الموضوع. كل دول هيتفرموا في قلب الكبه، هتدينا عجينه. العجينه دي طبعا هناخدها بنفرتها على النشابه بتاعتي او زي عجينه البيتزا بالظبط او زي المعجنات، وبنقطعها زي ما احنا عايزين. في قطاعات صغيره بقى بتتباع في السوبر ماركت او في محلات الادوات المنزليه، شكل نجمه، شكل مربع، الحاجات اللي احنا حبيناها، مستطيل وهكذا. كل دول مع بعضيهم وبنحنا بنبدا ان احنا نحطها في دقيق الذره اللي معانا ده كده، شايفين دقيق الذره ده اهو. ايه المرحله الثانيه يا عم الشيف؟ بعد ما بنخلط كل المقادير دي مع بعضيها عشان يبقى فيه المصداقيه اللي اتعودنا عليها من الشيف المغازي، بتديني عجينه. العجينه دي بنفرتها ونقطعها باشكال ولادنا بيحبوها ونحطها في دقيق الذره. التفاصيل دي هنشوفها بعد الفاصل، اوعى تروحوا جاي، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. والله دي بنت حلال يعني، تخيلوا الصوت المزعج ده كنا سمعناه قبل الفاصل، شفت ازاي ان احنا هي بتيجي بالصدف كده. احنا شغلناها طبعا في الفاصل عشان تعرفوا المصداقيه، واشتغلت معانا الحمد لله، كانت السكينه مش مظبوطه. العجينه معانا اهي زي الفل، مش محتاجه اي حاجه، شيلها زي ما هي كده اهي. الله، شفت الخلطة؟ نفس المقادير اللي كانت قبل الفصل، هقولها تاني عشان اللي ما تابعش من الأول. صدور الفراخ حطيناها مع بعضيها بعد تقطيعها كويس، حطينا معاها بصل بودر وتوم بودر، والتوست اللي أنا شلت الأطراف بتاعته ما تحطوش في حليب، يتحط زي ما هو كده عشان ده بيخلي العجينة ناشفة ونفرتها زي ما احنا عايزين. كل دول مع بعض يا عم الشيف مع البهارات بتاعتنا، البابريكا والملح والفلفل الأسود والزعتر، كل دول مع بعض. في الاخر كان عندنا عجينه زي دي كده اهي، شفت العجينه اهي. معانا بقى هنا رقائق او دي الذره، او تجيب البقسماط او تجيبي الكورن فليكس ده يتفرم ناعم زي ما انت عايز، بس انا عايز اعملها بدي الذره. خلي بالك بقى هنا الابداع يعني. شفت العجينه لطيفه وحلوه اهي. حلو، هنفرتها مع بعض كده بالشكل ده كده. الناجتس على طريقه الشيف المغازي، ده دقيق ذره بيتباع في اي سوبر ماركت اهوت، كانك بتفرد عجينه عادي. دقيق ذره ده طبعا في بعض المحلات بتاعه البيتزا بتستخدم البيتزا فيه. بنفرد العجينه كده، طبعا وانت بتفرديها بتحط شويه دقيق ذره كده اهو،
وتقطعها زي ما انت عايزها. بقى عندنا زيت بيسخن على النار، دي ما يتحطلهاش بيض ولا يتحطلها بقسومات. البقسومات لو انت عايزه تستبدل البقسومات ادي الذره بالبقسومات، خلي بالك. شفت ازاي العجينه معانا زي الفل، كانك بتعجن عجينه بيتزا او بتفرد عجينه بيتزا بالشكل ده كده. استخدم النشابه، نوسع كده، انا عايزها رقيقه عشان لما تتحمر تبقى مرمشه. حلوه، اقطعها بقى زي ما انا عايز. عملتها في البيت ما كلفتكيش حاجه، بتعملي الكميات اللي انت عايزاها. ممكن على فكره تجهزيها وتحطيها في الديب فريزر، تخزنيها من الحاجات اللي ممكن تتخزن في تبريد عالي بالشكل ده كده زي الفل. عندنا القطاعات ديت معانا، في من الاشكال القطاعات دي كتير اهو، فقلب دي الدوره كده بنحطه شويه. معانا كده مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، الناجتس التشيكن ناجتس في عجاله اهو، شفتي اهو تاني اهو، شفت الطريقه ديت اهو. انت بقى اشتري الحاجات اللي هي اشكال نجمه واشكال حلوه كده الاولاد بيحبوها، ممكن تعملها في البيت تبقى حلوه اهو. نقطع شويه كده مع بعض، عايزاها اصغر من كده، معانا قطعه زي دي كده اهو اهو، الجو ده كده. التفاصيل دي موجوده معانا مخرجنا الجميل حبيب قلبي اهو، شفت الحاجات اهو اهو. ونفس القصه هنا كده، البسكويت او الكحك اللي بقى عندنا او المتكسر عموما، ممكن ده نعيد هيكلته ونعمله مع الكب كيك. كب كيك عادي خالص اللي هو الدقيق والبيض والحليب، وندخل البسكويت المتكسر ده في المقادير بتاعه الكب كيك او الكحك المتكسر. فكره حلوه ولطيفه. انا بشيل الناجتس ده كده اللي انا مقطعها مربعات صغيره، فيك تقطعها صغيره فيك تقطعها كبيره. عندنا كاسروله فيها دقيق ذره، ونغلفهم كده من غير لا بيض ولا اي حاجه اهو. عندنا الزيت بيسخن على النار، كميه حلوه اهي زي الفل. العجينه الباقيه دي كده بنلمها بالراحه ونعيد هيكلتها تاني، نعجنها اهو اهي. شفتي دي الدوره ده بقى كده بتخش جوه العجينه وتفرديها تاني وتتعاملي معاها وتقطعي الاشكال اللي انت حباها بالشكل ده كده اهو. العجينه اهيت، دي ما فيهاش ماده متخمره ولا حاجه، يعني لمها كده وافرديها على طول اهي زي الفل. حلو، ناخد دول كده مع بعض ونروح عند الزيت بتاعنا اللطيف الحلو. ايه الاخبار هنا؟ درجه حرارته عاليه تمام. ازاي احمر الناجتس بتاعي؟ في قلب الزيت غزير بالشكل ده كده اهو. يلا زي الفل. على مسؤوليتي دلوقتي، لا تفك منك ولا اي حاجه، الزيت تمام وزي الفل يا برنس. يلا اهو تمام. ازاي عملنا الناجتس على طريقه الشيف المغازي؟ بدي الذره صغيره وكبيره حسب ولادك ما بيحبوها. يعني احنا عملنا هنا تقريبا 20 30 40 واحده. انت بتشتري من السوبر ماركت الكيس فيه 12 قطعه مبلغ وقدره، حلو الكلام، وكل يوم هتلاقيها بسعر حلو ومش عارفه ايه المكونات بتاعتها، طعمها حلوه بس مش عارفه. هتلاقي على الكيس مكتوب مقادير كتيره وحاجات كتيره كده اهو، شفتها بتتحمر طبعا. تستني شويه ونطلع الكميه دي كده مع بعض. انا عايز تكوني في المطبخ زي ما الشيف شغال كده، عندك ثقه في نفسك الحاجه بتعمليها، وما تتخضيش من اي حاجه، الاهم حاجه انك تعملي الحاجه اللي انت حباها وولادك بيحبوا. ده حاجه زي الوايت صوص كده، بياخد مستارده ومشروب وكريمه ويتحط على الرولز اللي هو البيف، لحمه مفرومه بتتبل عادي بنفس التتبيله اللي انا كنت بتبل بيها دلوقتي، تحط معاها توست، تحط معاها بقسماط، وبتلفها رولز كده وتحشي جواها جزر وبيض مسلوق. وحمر الناجتس اهيت صغير وكبير في قلب الزيت حمرنا شويه معانا همت، وبنحمر الجزء الثاني. هنعمل معاها دلوقتي توميه. التوميه دي بتتعمل ازاي يا شيف؟ بتتعمل بالمهلبيه، ممكن ان احنا نعملها بالبيض عادي بالمايونيز، حلو الكلام. ادي شويه كمان اهو زي الفل
دي بقى مفيش بقى تفك في الزيت والجو اللي احنا عارفينه. اه اللهم صل على النبي. اه وضمنت ان هي مستويه ومقرمشه وفيها الطعم والفليفر اللي هو الريحان. ممكن تحط روزماري، ممكن تحط الفليفر اللي اولادك بيحبوه. نشوف مقادير التوميه على الشاشه بعد اذن حضراتكم. استاذ ريحان مقادير التوميه. حاضر عينيا. اهي مقادير على الشاشه، عباره عن بياض بيض وبيض وتوم ومهلبيه كدابه اللي هي من غير سكر. والمقادير على الشاشه. كلنا عايزين نشوف التوميه الشيف المغازة يعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. خلونا الاول نروق الدنيا دي كده، ودي الدوره ده ما يترميش، يرجع تاني ويتعاد هيكلته. خلي بالك انا ضد التبذير اهو. تعملي زي اخواننا بتوع البيتزا كده، مفيش حاجه بتترمي. بتلاقيه بيفرد الجبنه على مصفه، والمصفه دي ترجع الجبنه تاني. الناجتس بتاعنا الحلوه حاجه لذيذه وبسيطه كده وعملتها في البيت. عينيا بفتح لك علوي. حاضر. وعايز اشوفها مستويه ولا مش مستويه؟ حاضر عينيا. احنا مش بنهزر يا شفيق. شفتي؟ اه. وفراخ اللي انت بتشتريها هي فراخ، اه بس مكوناتها دي فراخ صميم كتير يعني اهو. عايز واحده عينيا. اه 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 شفت؟ بص عليها كده. اه 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 من جوه مستويه. اه اه اكل على الهوا تسمح لي؟ اه اه زي الفل. اه تمام. هنحطها كده في النص. اه الشوية الصغيرين دولت الاطفال الصغيرين يحبوها. اه عامله زي الشيبس او عامله زي الفشار. حلو. اه على فكره ممكن تعملي حاجه حلوه احسن مني، تجيبي العجينه اللي انا عملتها دلوقتي. بجد لازم اقول المعلومه ديت. اه العجينه دي اهي، هقول لك على حاجه حلوه كده سريعه يعني، هتسمعي كلامي وتعمليها. هتجيبي العجينه دي، طالما احنا دخلنا في موضوع الحاجات اللي الاولاد بيحبوها، واحنا عندنا اولاد وكلنا اولاد كلنا ما بياكلوش اي حاجه. هتجيب العجينه وتعملها بالشكل ده كده. اه اه شفت انا بعمل ايه؟ شكل كده ايه عشوائي. اه وعندنا الزيت اللي انا كنت بحمر فيه من شويه. اه وهحمر دولت كانك بتعملي فشار. اه على فكره في بعض المحلات المشهوره بتعمل الحاجات ديت وتتباع الكيس فيه 10 حبات ب 30 جنيه. اه زي ما انا شغال بايدي كده. اه عندك زيت بيسخن، هنعمل شويه كده ونحمرهم مع بعض دلوقتي. اه شكل كده، واحده صغيره واحده كبيره. انا بقى احبها قوي على فكره، دي بتبقى مقرمشه كده لطيفه، واسمع صوتها وانا باكلها بما فيها من مكونات من النشا ودقيق الذره. ودقيق الذره مهم جدا ومفيد جدا اهو. شايفه اهو، قطعي شويه زي دول كده وحمروه في قلب الزيت دلوقتي. وده شكل جديد مع التوميه اللي انا هعملها دلوقتي. اهو ادي قصه الناجتس بتفاصيله كلها علشان ما نشتريهاش من بره. احنا مش بنحارب منتج ولا حاجه، انا مع الام اللي بتحب تعمل حاجات لاولادها في البيت بنفس العجينه. جات السيره وجات اللي احنا نتكلم عنها. اه بشكل بايدك ولا نشابه بقى ولا تفريدي. والشكل ده ممكن يكون شكل مثلا رسمي زي ما بيقولوا. لا انا شخصيا بحبها كده. اه اه بتخش المطبخ يا شيف في البيت عندك؟ بخش المطبخ وبعمل الحاجات ديت، ولازم ان انا طبعا يعني يقول لك اديني فرصتي اطلع ايه خبرتي. يعني انك انت الواحد يخش المطبخ يعمل حاجه حلوه، حاجه عايز اجرب عليها كده. ما هو المطبخ إيه؟ عملت حاجه وعجبتني بقدمها لحضراتكم. اه شفتي المكونات بتاعتها؟ اهي اهي شفتي بقى شويه كتير ازاي؟ هنحمره في قلب الزيت دلوقتي، وهتسيبي اللي انا عملتها دي وتاكلي ديت. اه بنفس العجينه. اهي عينيا حالا دلوقتي اهو. اه اه حاجه لطيفه وحلوه والاولاد هيحبوها، حامله زي الايه؟ الفشار. اه اه وعلى فكره ممكن تتخزن بالشكل ده. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي كده عليهم واحط شويه دقيق ذره. يا جمالك يا شيف، يا دلعك يا شيف. اه حلو. وناخد الخليط ده كده. استاذن الاستاذه ريحاب وفريق العمل الجميل، نطلع بمقادير الناجتس تاني للساده المشاهدين علشان يعملوها لاولادهم النهارده بالطريقه اللي انا بعملها دي كده. اه في قلب الزيت. اه ليه حطيتها في دقيق ذره يا شيف؟ عشان ما تلزقش ببعضيها. اه 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 حاجات لطيفه وسهله، قيمة غذائية عالية جدا. اه فيها التوم، فيها البصل، فيها الفراخ، فيها التوست. اه والزيت يكون غزير. اه ما تقعدش في الزيت كتير دي عشان مش هتستوي بسرعة. عينيا حاضر. اه المقادير على الشاشة تاني. اه زي الفل. اه العجينة بنفس المكونات اللي أنا عملتها، تضمن إن هي مش هتفك في الزيت ولا تنشف منك وتبقى طرية وزي الفل. اه وجود التوست هو البطل في الموضوع. التوست اللي هو شرايح التوست. الله. المقادير على الشاشه تاني. اه زي الفل تمام.
ادي طبق تاني طلع معايا، هنحطه مع بعضيهم زي الفل. النظافه اهم حاجه يا عم الشيف. اه حاضر عينيا. اه اه شفت، بص عليها كده، مخرجنا الجميل اهي اهي. زلابيه دي زلابيه، لا مش زلابيه اهي، ناجت الصغيره اهي زي الفشار. اه خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، افكار بسيطه وسهله لاولادنا عشان يحبوا ياكلوا من ايديكي، اوعى تروحوا بعيد، تابعونا بعد الفاصل. جاهزة لحضراتكم بعد الفاصل ومحلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نشوف الافوكاتو او مستر افوكاتو هنعمله مع بعض ازاي، مع البصل والخبز المقرمش او التورتيلا المقرمشه، نعملها بطريقه لطيفه وازاي واولادنا بيحبوها. افوكاتو معانا، خبز مقرمش معانا، ثوم وبصل وطماطم. الصلصه المكسيكي يعني اللي هي عباره عن كزبره وطماطم دي لازم تكون معانا على طول في المطبخ المكسيكي، والاكله دي ما فيهاش فلفل ملون ولا حاجه. طيب نقطع في الافوكاتو يا شباب. اه حلو قوي، نفس الطريقه كده، وناخد البذره دي كده نفس الموضوع كده. لما نيجي نشتري الافوكاتو ده للساده المشاهدين، ده سعره غالي شويه وقيمته الغذائيه، ومتواجد دلوقتي ومتوفر يعني في اي محل بتاع خضار. هقول لك على نصيحه حلوه مهمه جدا. ايه هي دي؟ مطلوبة يعني، ما تشتريش اللي هي فيها علامات سودة على الجلدة من بره. اه بشيل اللحم بتاعه ده كده عشان ممكن اعمل حاجة لطيفة برزنتيشن يعني، بعد ما اعمل السلطة دي احشيها في قلب الكفر ده كده. اه ممكن اذا انت عايزة تعملي شكل جمالي. اه حلو، نفس الموضوع. آه. دي مستوي قوي على فكرة. هقول لك على حاجه حلوه، لو انت شارياه مش مستوي جامد ما تحطوش في الثلاجه، ده بيتباع عند بتوع الخضار بتلاقيها قاسيه شويه، مش لازم تروح على البيت تحطيه في الثلاجه، خليه بره الثلاجه. ده عند بتوع الخضار مش حاطينه في الثلاجه، بره الثلاجه خالص في مكان فيه تهويه، مش مكان مكتوم ولا حاجه، وتخليه بعد يومين اتنين تلاته هتلاقيها استوت وزي الفل. بس ما تبيش رايحه جايه تحسسها عليها كده وتدوس عليها بايدك او الولاد يدوس عليه عشان ما يسودش، خليها تستوي براحتها. ده بالنسبه للافوكاتو. انا خدت اللحم كده بالمعلقه عشان هضيف له دلوقتي بصل اخضر، كزبره خضراء، طماطم، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون. على فكره ده ممكن نستخدمه كعصير عشان ده محتار ما بين ان هو يكون فاكهه وما بين ان هو يكون مقبلات في السلطه، بنستخدمه في اي حاجه عايزاه فاكهه، هتضربيه مع موز بلبن شويه لوز كده، هيبقى طبعا كوبايه عصير قيمتها الغذائيه عاليه جدا. شايفين الكفرات دي ممكن نستخدمها دلوقتي مع بعض، ولازم تستخدمي سكينه صغيره وانت بتتعاملي معاها علشان تتحكمي فيها كويس. هنجيب سكينه بقى ونقطع الايه مع بعض بصل اخضر اهوت. اللهم صل على النبي. ناخد البصل ده كده نقطع بالشكل ده كده. الحاجات دي البصل الاخضر بيبقى فيها طبعا شخصيته زهره. نقطع ناعم صغير كده، السلطه دي على فكره مشهوره جدا في المطبخ المكسيكي، ولكن لما نعملها بالبصل الاخضر بتاعنا المصري ده كده طبعا دي بقى موضوع تاني، قصه تانيه. آه. ناخد البصل ده كده وينزل على الافوكاتو. كله بيسال الافوكاتو نستخدمه في ايه؟ احنا بنستسهل ونضربه في قلب الخلاط مع عصير، ما عندناش مشكله. ناخد ورقتين ريحان اخضر حلوين كده نفرفهم مع البصل عشان ريحه البصل في بقنا، او زعتر مفيش مشكله. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لمستر افوكاتو بطريقه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف مع مستر افوكاتو بطريقه جديده. ايه اللي انت عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ حطيت الافوكاتو طبعا مع البصل الاخضر مع طماطم متقطعه كوكسي كده صغيره، بتشيلي قلب الطماطميه عشان ما تنزلش صلصه. في صلصه الافوكاتو دي مهمه جدا، لها تفاصيلها، لازم نشيل قلب الطماطميه ونقطع اللحم بتاع الطماطميه علشان انا مش عايز صوص كتير، مع شويه كزبره خضراء مع معلقه خل صغيره. حلو الكلام. بصلايه مفرومه ناعمه كمان، فص توم حلو كده زي الفل، ومعانا كمان عصير ليمون وزيت زيتون. السلطه دي مهمه جدا وقويه جدا ولها القيمه الغذائيه العاليه جدا. بس لما نيجي نقدمها لازم نقدمها بالشكل اللي يناسبها. يعني ما عندكيش خبز التورتيلا ده كده او المقرمش ده كده، ده بيتباع طبعا وبنحمره في قلب الزيت او منه بيجي جاهز زي الفل. تعملي حاجه تانية. ايه هي يا عم الشيف؟ بتجيبي العيش ده كده معانا هنا اهو الحمد لله. التفاصيل دي لازم اقولها علشان ما تقفيش في المطبخ تقولي دي مش موجوده انا هعملها ازاي. في عيش شام صغير كده بيتباع في السوبر ماركت، بتجيبيه تقطعيه مثلثات، بعد ما تقطعيه مثلثات بتحمريه في الزيت او انك انت بتحمريه في الفرن، بيبقى لطيف وجميل على فكره. اهو شايف الافوكاتو اهو في قلب الصلصه بتاعتي اهو زي الفل. عشان الافوكاتو ده مستوي طبعا انا مش عايز ان انا اهرسه جامد، انا عايز شخصيته تبقى باينه في السلطه كده. وزي ما قلت لحضراتكم لو اشتريتيه ناشف خليه في قلب المطبخ او في الصالون بره مفيش اي مشكله. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ اغرفها مع بعض كده بطريقتي الخاصه. يعني انا مش هقول لحضرتك ان هو مش ممكن ولا غلط ولا حاجه، عادي هتبقى زي الفل، بس مش تبقى ناجتس بقى واخد بالك، هتبقى يعني نقول ايه كفته الفراخ بالشوفان، اصابع الدجاج بالشوفان. الناجتس معروف لها شكل، عشان لما كده انا بقول للولاد لما نعمل حاجه نعملها بنفس الشكل اللي هم متعودين يشوفوها بره بنفس الشكل، علشان يعرفوا ان هم بياكلوا الحاجه دي من ايد مامتهم ولكن هي اللي عاملاها. شايف السلطه الحلوه دي كده يا ست الكل؟ ولكن نحط شوفان مفيش مشكله، مش هتقول لا. شفت السلطه الحلوه دي؟ بطريقه جديده. جبنا 3 حبات افوكاتو، ممكن سعرهم عامل 15 جنيه 20 جنيه 30 جنيه ايا كان السعر، بس لما تستفيدي بيها كده وتقدميها بالشكل ده كده، سلطه فيها كل العناصر الغذائيه، فيها البصل الاخضر ده مفيد جدا، باور للدم في كل اجزاء الجسم وتنشيط الدوره الدمويه، البصل الاخضر، توم مش محتاجين نتكلم عنه ده صديق المطبخ، عصير ليمون، زيت زيتون، كل ده مع بعض يا عم الشيف. ولكن لازم اغرفها بالشكل الحلو ده كده اهو. شفت الشكل ده حلو؟ ايه رايك في الشكل ده؟ لوحه فنيه. نخش على التوميه، كله عايز يشوف التوميه بتتعمل ازاي من ايد الشيف المغازل. عينيا. حاضر، هستاذن حضراتكم تاني نطلع بمقادير التوميه على الشاشه علشان نشوفها بتتعمل ازاي، ودي مهمه جدا انا حابب اعملها علشان سندوتش الشاورما لا يخلو من التوميه، فراخ مشويه لا تخلو من التوميه، مشويات لازم توميه، والتوميه دايما صديقه الشاورما او صديقه الفراخ عموما. يعني مقليات زي اللي معايا دي كده والناجتس ده كده ممكن ناكلها بالتوميه وبالكاتشب، ولادنا بيحبوها. تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا، والمقادير على الشاشه. حاضر يا فندم، والمقادير على الشاشه وما تشيلش التوميه، المقادير في متناول الجميع. حط الخلاط ده كده، ولازم تشتغل يا عم الحاج بقى وما تحرجنيش معاك. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. هنعمل ايه؟ عندنا المهلبيه اللي هي عباره عن نشا وحليب، ودي موجوده او تعمليها جاهزه. يعني ايه يا شيف؟ بتجيبي نشا وتجيبي حليب وتحط الحليب على النار يغلي، تاخدي النشا ده تقلبيه في شويه ميه وتحطيه على الحليب. شفت ازاي القوام ده كده؟ مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري.
عامله زي البروزه البيضة. شفت ازاي القوام ده كده؟ دي المهلبيه، دي التوميه، زي اللي بتاكلها بره بالظبط. كل ده في قلب الايه؟ الخلاط. حلو. واحده واحده كده عشان نعمل التوميه بالطريقه اللي بتحبوها. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط شويه زيت عشان تديها نعومه وتديها لمعان. حلو الكلام. لازم نعرف بنحط ايه على ايه عشان في الاخر ناخد ايه. عصير ليمون عشان يدي فليفر وتست. اسمها ايه هي؟ اسمها توميه، يبقى لازم التوم، والتوم هنا يكون ظاهر وله شخصيته، ولكن معلقه الخل وتواجد الخل بيديها عمر طويل لو اتشالت في التلاجه. حلو زي الفل. ومعانا التوم الطازه. زي الفل تمام اهو. طبعا لازم نظبط الملح، ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا. بعض المحلات، مش عايزين يعني ايه نتكلم عن حاجه، بيستخدم في التوميه ملح الليمون. ملح الليمون وجوده في التوميه في البقوليات مع الوقت بيسبب مشاكل كبيره جدا للجهاز الهضمي وخاصه القولون، ويعمل مشاكل مع ارتجاع المريء وسرعه الهضم ويبطئ الهضم، ومع الوقت الكبير والعمر الطويل والسن يجي لنا ارتجاع مريء، هنتحرم من لذه الطعام وهضمه، وان احنا قاعدين نرجع نايمين نرجع والجو اللي احنا عارفينه. ليه يا عم الشيف؟ عشان بناكل فول كتير، والفول علشان يستوي بسرعه مع الراجل الفوال وما يحرقش غاز كتير، والانبوبه تقعد عنده اسبوع شغاله، او بيستخدم غاز ما يحرقش غاز كتير، فبيحط ملح الليمون او بيكربونات صوديوم في قلب الفول علشان يستوي بسرعه. لازم نعرف التفاصيل دي كلها. احنا بنقول الصراحه ورزقنا على الله. حلو الكلام. ولكن الفول عشان يدم الصح يتنعمل بالليل ويتحط على نار شديده في البدايه، ثم يغلي، بعد كده نهدي النار من عليه، وكل ما الميه تنقص نزوده ميه مغليه. هي دي الاصول بدون ما نحط بيكربونات صوديوم. وملح الليمون منعا باتا ما يتحطش مع التوميه ولا مع الحمص الشام علشان يغنينا عن الليمون الطازه. ده ليمون طازه. زي الفل في التوميه. الحمص الشام لما بنشتريه برضو قبل ما اشغل الخلاط، معلش، بتلاقوا الحمص الشام فيه طعم الحامض كتير. الحامض ده جه منين؟ الكيلو ليمون بيعمل مبلغ سعر كبير يعني اعتقد الليمون غالي. عشان اعصر الليمون يدينا الحموضه دي عايز لي 2 3 كيلو ليمون، فبيحط ملح الليمون. ملح الليمون ده عامل زي الملح بتاعنا ده كده، بس حامض جدا، فبيحط شويه منه خلاص بيبقى يديك الحامض اللي انت عايزاه. فالحاجات اللي بقولها دي والمعلومات اللي بقولها مهمه جدا جدا. هنشغل الخلاط مع بعض. الكلام احلى توميه تكليف، فيها اللمعان فيها اللمعان، فيها الطعم فيها الطعم. امنه امنه يا نعم. تاني يا استاذ رحاب. تمام زي الفل. الله عليك. طيب عايز اقول طبعا ان احنا التوميه عملناها النهارده بالتفاصيل اللي حضراتكم شفتوها واتكلمت عنها، علشان دي طلبت مننا كتير على السوشيال ميديا، كله عايز يعرف اسرار عمل التوميه وخاصة من ايد الشيف المغاز. شفت التومية؟ بص على القوام اهو، مكان اهي، بص اهي، شفت ماسكة نفسها ازاي؟ حاضر عيني. ادي التومية. في سندوتشات شاورما بتلاقيها، في مشويات بتلاقيها. زي الفل. طعم التوم فيها بريئة من ملح الليمون اللي بيعمل مشاكل مع الكولون. فيها طعم الليمون. فيها طعم زيت الزيتون. حلقتنا النهاردة ببساطة سهولة مرونة قدرنا ان احنا نجاوب على سؤال مهم جدا، وخاصة التومية صديقة المطبخ الشامي. عملنا الناجتس فراخ النهارده، والتشيكن ناجتس المسمى بتاعها، بطريقة جديدة وسهلة وبأشكال مختلفة. عملنا سلطة لطيفة وجميلة وطبق مقبلات في المطبخ المكسيكي بنضرب له تعظيم سلام، عملناه بطريقة مصرية سهلة وبسيطة. تقدري تتحكمي في الفليفر اللي أنت عايزاه. رؤية فن ابداع. بنشوف دايما الشيف المغازي متألق على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
مصر.